أهلا بكم. إذن رفعت السرية عن وثائق التحقيق الخاصة بهجمات 11 من سبتمبر، 16 صفحة لم تقدم جديدا، فالحقائق واضحة ولا علاقة للمملكة بالاعتداءات التي طالت أمريكا عام 2001. وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان جدد المطالبات برفع السرية عن بقية الوثائق. أفرج عنها بأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم وجود أي علاقة للمملكة بهجمات 11 من سبتمبر ومنفذيها. الحقيقة الدامغة التي تصدقها دفاتر أجهزة الاستخبارات المتوارية وتتعاماها أفواه الساسة والإعلاميين المؤترجة. وبين مطاطية نشتبه ونظن ونزعم، طاشت الوثيقة المكونة من 16 صفحة التي أفرج عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مؤخراً، ولم تقدم تلك الصفحات المنقحة جزئياً أي دليل على تورط الحكومة السعودية في تفجيرات 11 من سبتمبر إطلاقاً، وفق ما أورده موقع أكسيوس الأمريكي. وفي حين أن سفارة السعودية في واشنطن ابتدرت الذكرى 20 لتلك الهجمات المروعة مطالبة بكشف كل الوثائق، يعود وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بالمطالبة مجددا بكشف ما تبقى من وثائق في رسالة تتعدى رفض الاتهام إلى ردع المتهم الذي يردد تهمته الباهتة منذ 20 عاما. وحيث باتت أحداث سبتمبر حكاية سمار الليل في كل عام، سكرت أفهامهم قبل أبصارهم عما أثبته لصحيفة الجارديان البريطانية رئيس لجنة التحقيقات في هجمات 11 سبتمبر توماس كين، الذي قال تعليقا عن وثائق المسربة: لا أعتقد أنهم سيحصلون على أي شيء، لقد وجدت المزيد من المعلومات حول تورط إيران المحتمل أكثر من السعودية. وحول توقع كين المحتمل عن تورط إيران، سبقته 3 محاكم أمريكية على الأقل خلال السنوات الماضية في واشنطن ونيويورك، وجميعها قضت بتعويض بعض ذوي ضحايا التفجيرات بملياري دولار بعد ثبوت علاقة النظام الإيراني وحزب الله بتنظيم القاعدة وهجماته الإرهابية. الاتجار بأحداث سبتمبر بات واضحا أكثر من ذي قبل، وحيث لم تثبت الادعاءات عبر عقدين من الزمن ولم تؤكد الوثائق المكتومة، تثور أقلام الشانئين في الوقت نفسه من كل عام قبل أن تنتهي ثورة المساء بلا قضية. للإخباري أحمد القرني، واشنطن. النقاش في هذا المحور ينضم إلينا عبر سكايب من جدة رئيس مركز أوان للدراسات والاستشارات العالمية سيد خالد دراج. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد، معنا في هنا الرياض عبر الإخبارية. يعني مطالبات مستمرة من المملكة للإفراج عن هذه أو كافة الوثائق المتعلقة بشأن 11 من سبتمبر، الآن بناء على ما تم نشره وكشفه من وثائق بأمر الرئيس بايدن، تم تأكيد المؤكد أستاذ خالد فيما يعني يتعلق بأن المملكة ليس لها أي علاقة بهذه الأحداث، بل كانت أول من تضرر من الإرهاب إرهاب القاعدة وحارب هذا الإرهاب. ماذا بعد أستاذ خالد ليغلق هذا الملف يعني بشكل كامل؟ مساء الخير. حقيقة نحن نعيش هذه القصة وهذه الرواية لنقل عنها الكوميدية تقريبا في كل عام وفي كل مطلع من شهر ديسمبر سبتمبر من كل عام نجد أن هناك مراوحة أمريكية موزعة ما بين الإعلام وما بين إدارة البيت الأبيض. للأسف الشديد أن ما يحدث يفترض، وأنا أقول يفترض، لا يمثل دولة كبرى أو دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي هي في الأساس ليست بحاجة إلى مثل هذه الأوراق التي تندرج تحت مسمى لنقل السياسة القذرة حقيقة، وليست السياسة المتبعة في العلاقات بين دول العالم. يعني من حق أي دولة في العالم أن يكون لديها أوراق ضغوطات سياسية متى ما اختلفت الموازين التعاون والعلاقات مع دولة أخرى، ولكن أيضا في ذات الوقت يجب أن تكون مثل هذه الأوراق والضغوطات على بينة وعلى حقائق واضحة وصريحة. أحداث 11 من سبتمبر للأسف الشديد لم تتنبه إدارة بايدن إلى ملف هذه القضية بشكل صريح وشكل واضح. وزير الخارجية السعودي الذي صرح قبل فترة وجيزة
إلى جانب البيان السعودي الشفاف جدا من السفارة الأمريكية السعودية في واشنطن، كانت تقدم موقف سعودي يمثل امتداد لموقف كان ينطلق من حديقة البيت الأبيض عندما اجتمع سمو الأمير سعود الفيصل رحمة الله عليه مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، ومن على أمتار من البيت البيضاوي أعلنت المملكة العربية السعودية موقفا صريحا وطالبت بصراحة بأن يتم الكشف عن كافة الأوراق المتعلقة بهذا الملف. طيب. اليوم المملكة العربية السعودية تعيد ذات السؤال وتطالب إدارة البيت الأبيض بكشف كامل الأوراق فيما لو كان هناك ما ترى الولايات المتحدة أنه يمثل إدانة للمملكة العربية السعودية. نعم، طيب، يعني إذا كانت الولايات المتحدة كما تشير أستاذ خالد يعني ليست بحاجة إلى يعني هذا الأسلوب أو هذا الابتزاز إن صح التعبير، يعني لماذا اختارت الإدارة الأمريكية مثلا الحديث عن 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 هذه القضية؟ هل هي لتشتيت مثلا أذهان الأمريكيين في الداخل عن يعني فضائع الانسحاب، ما تلا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟ حقيقة ربما هذه واحدة، وأيضا البيت الأبيض والموقف الضبابي حول السياسة الأمريكية داخل البيت الأبيض إلى الآن لا زالت سياسة متضاربة، ولا زال الداخل الأمريكي غير راضي تماما عن الموقف الأمريكي في أفغانستان، عن الموقف الأمريكي تجاه إيران، إلى جانب توقعات من المراقبين والمحللين أن يكون مثل هذا الإجراء أو هذا التوجه لإدارة بايدن هو ردة فعل للأسف غير لائقة بقيمة ومكانة الولايات المتحدة، ربما نتيجة للموقف السعودي الذي تشكل في الآونة الأخيرة من العديد من المواقف التي اتخذتها إدارة البيت الأبيض، سواء فيما يتعلق بحرب اليمن، سواء فيما يتعلق بالموقف العجيب والغريب بسحب بطاريات الباتريوت الأمريكية من السعودية، وربما أيضا يكون للعلاقات السعودية الروسية المتطورة في الآونة الأخيرة وتوقيع الاتفاقية العسكرية بين الرياض وموسكو، ربما يكون لهذا أحد الأسباب التي أدت إلى مزيد من الابتزاز الأمريكي في هذا الملف. لكن السؤال يبقى حول الإدارات الأمريكية أستاذ خالد، يعني سنعود إلى ذلك حول الحديث حول إدارات أمريكية متعاقبة ربما يعني كانت تتحدث عن كشف الحقائق والمكاشفة، لكن قبل ذلك نشير إلى حديث وتصريح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الذي أكد على أن المملكة متمسكة بمحاربة الإرهاب مع حلفائها، وشدد على أن السعودية لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 من سبتمبر. نتابع. لقد تعاملنا مع تلك المعلومات لقد تضمنتها هذه التقارير، وقد وضحنا بدرجة على كبيرة بأن المملكة العربية بعيدة كل البعد عن هذا الأمر، ولذلك دائما لقد كنا العقود طيلة العقود الماضية شركاء في مكافحة الإرهاب، وفيما يتعلق بكشف تلك نشر تلك التقارير تعتبر طريقة أو وسيلة من المهم أنه تم نشرها، ولذلك سوف نرحب بأي تقارير إضافية أخرى أيضا، ولكن التركيز لا يجب أن يكون على المعركة المستمرة، كما نعلم بأن التطرف والعنف أيضا تعتبر يمثلان تهديدا كبيرا جدا لنا جميعا، ولذلك يجب أن نعمل معا لكي نواجه كافة تلك التهديدات الإرهابية. والإفراج مشاهدين عن كامل الوثائق التحقيقات الخاصة بهجمات 11 من سبتمبر، مطالب سعودية متكررة منذ عقدين. نتابع. على مدار أكثر من عقد من الزمن كنا ندعو وننادي بنشر أي وثائق مرتبطة بذلك اليوم المأساوي، وكلنا ثقة على أن هذه الوثائق والمعلومات والبيانات تثبت أنه لا يوجد أي تورط للمملكة بأي شكل كان.
والمملكة العربية السعودية كما ذكرت طالبت من أكثر من 13 سنة بأن يرفع الحجب عن هذه الصفحات وأن تنشر لكي نعلم ماذا فيها. We have nothing to hide. And we do not seek, nor do we need to be shielded. عودة لضيفنا من جدة عبر سكايب سيد خالد دراج. سيد خالد من جديد أهلا بك. يعني الترويج لدور سعودي يعني في هذا الملف، التعمية كما يطرح البعض على إثبات التورط الإيراني الذي سابقا تحدثت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت بتعويضات أيضا من خلال حكم في المحكمة، ولكن ذلك لم يلقى يعني بالا من قبل يعني الرؤساء الأمريكيين وحتى وسائل الإعلام الأمريكية بعد ذلك. لكن هذه التعمية عن هذا الدور الإيراني لمصلحة من أستاذ خالد، في مقابل أيضا الحديث عن دور السعودية؟ أولا هذه الشهادة للمملكة العربية السعودية لم تأتي من داخل المملكة أو حتى من أصدقائها، بل صدرت من رئيس لجنة التحقيقات، وهو أقرب من يكون لتفاصيل هذا الملف الذي أخذ أكثر من 20 عاما في البحث. لذلك أنا أعتقد أن إفصاح رئيس لجنة التحقيقات في حديثه الصحفي مؤخرا يؤكد على أن إيران هي الأقرب والأكثر تداخلا في هذا الملف. وهنا يعني أستغرب حقيقة موقف الإدارة الأمريكية الحالية من عدم الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى الدور الإيراني، بل وربما حتى حرصت إدارة أوباما من قبل في تعمية مثل هذه الحقائق. أنا أعتقد أن الخشية الأمريكية من فتح جبهة أخرى مع إيران هي أحد هذه الأسباب التي دعتهم إلى التلويح والهمز واللمز والابتزاز باتهامات غير حقيقية وغير صادقة تجاه المملكة العربية السعودية. طيب يعني الجميع يعلم أستاذ خالد أنه يعني قيادات القاعدة هم هربوا من أفغانستان إلى إيران منذ سنوات، يعني بما فيهم أيمن الظواهري وقيادات من الصف الأول والثاني في تنظيم القاعدة، لكن لم نسمع أحد يتهم يعني من الدول الغربية تحديدا يتهم إيران بأنها تدعم الإرهاب. ماذا لو كانوا موجودين في دولة عربية مثلا؟ أولا الغرب بشكل عام وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وجميع دول الغرب حقيقة التي تجلس هي هذه الفترة مع إيران على طاولة واحدة لمناقشة العديد من الملفات. أنا أعتقد أن إيران هي في الواقع حليف للسياسة الغربية في المنطقة، والتي تساهم ليس فقط بالتأجيج ولكن بجعل إيران كذراع عسكرية وذراع سياسية وذراع تخريبية في الدول العربية. ولعل ما قامت به إيران في العشر سنوات الأخيرة والموقف السلبي جدا من دول الغرب يؤكد أن ما حدث من إيران وما سيحدث هو بمباركة غربية بدون أدنى جدال. طيب يعني الإصرار أيضا أستاذ خالد على يعني تجزئة هذا الملف وهذه الوثائق التي يتم الحديث عنها في كل ذكرى سنوية للحد عشر من سبتمبر، حتى أنه على مدار عقدين من الزمان الآن يتم تجزية هذا الملف وهذا الحديث في كل مرة يكون هناك عاصفة اتهامات تسبق يعني أي وثائق يفرج عنها، ثم يتبين عكس ذلك، يتبين أنه الوثائق لا تحمل كل هذه الاتهامات التي سيقت مقدماً. لماذا كل ذلك يعني حينما يتكرر هذا الأمر وهذا السيناريو، يعني لماذا يتكرر؟ أنا كما أشرت سابقا أن هذا جانب من جوانب السياسة القذرة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تؤكد كما تفضلت جانب من الابتزاز اللا أخلاقي في ملف غير أصيل ولا يستند على أي حقائق مسجلة. ولعل الأمريكان أساساً يعني لهم سوابق في هذا الجانب، وبالتحديد في غزو العراق الثاني عندما استندوا إلى معلومات مضللة عن وجود أسلحة كيماوية استندوا عليها في حرب مدمرة كانت في ذلك الوقت. فمن الطبيعي جداً أن
تستخدم أمريكا مثل هذه الوثائق وهذه الأحداث لابتزاز السعودية ومحاولة الضغط عليها وربما حتى محاولة لتحجيم موقفها المتنامي في المنطقة وفي العالم العربي على وجه الخصوص. أنا أشكرك من جدة سيد خالد دراج، رئيس مركز الدراسات والاستشارات الإعلامية، شكرا جزيلا لك.